السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله الكل بخير. انا دكتور حسام مهدي، وان شاء الله اليوم نكمل تكمله المحاضره الثالثه سويا، وان شاء الله نفهمها كلها ونفلسها تفلس ان شاء الله. اوكي طلاب، اوكي يلا نقول بسم الله ونبلش. طلاب مثل ما عرفنا، خلينا شوي نراجع مراجعه بسيطه عن هذا المخطط اللطيف الجميل. يلا طلاب، طاقة أريد من عندكم. يلا وياي، تعالوا بسم الله. طلاب تذكرون من قلنا انه الكلية تتحسس اذا الشخص قل الضغط مالته، واذا الشخص صار عنده جفاف، واذا الشخص قل الماي من الجسم مالته تتحسس الكلية، تحسست انه هذا الجسم قل الماي مالته. شو تسوي الكلية اذا قل الماي مالت الجسم؟ شو تسوي الكلية؟ عافية، تفرز هرمون اسمه الرنين. ورد، تفرز هرمون اسمه الرنين. واحنا قلنا الرنين شو يسوي بالاخير؟ شو يسوي الرنين؟ عافيه، الرنين شو يسوي بالمحصله النهائيه؟ الرنين يزود الماي. اوكي، يزود الماي بالجسم، وبالتالي ترجع الامور طبيعيه. خوش، ترجع الامور طبيعيه، يرجع الماي، مو خسر هو ماي، مو فقد ماي، يرجع الماي للجسم، وبالتالي يرجع الضغط طبيعي. تمام، هاي الكليه ايش سوت لي؟ وفرزت لي رنين، والرنين هذا شغله زين. شلون هذا الرنين يزود الماي؟ عافيه، الرنين يزود الماي عن طريق هذا المخطط. شلون؟ قلنا الرنين ايش راح يسوي؟ الرنين راح يحول لي ماده اسمها الانجيوتونسينوجين، يحولها الى انجيوتونسين 1. اوكي، والانجيوتونسين 1 من توصل الى الرئه، الرئه راح تفرز انزيم اسمه الاي سي اي. هذا الانزيم اللي اسمه الاي سي اي راح يحول لي الانجيوتونسين 1 الى الانجيوتونسين 2. والانجيوتونسين 2 قلنا يا طلاب راح يشتغل على من؟ راح يشتغل على الغده الكظريه اللي اسمها ادرينال جلاند، الموجوده فوق الكليه. هاي الغده الموجوده فوق الكليه اسمها ادرينال جلاند، تجي الانجيوتونسين 2 يشتغل عليها. اجى هذا الانجيوتونسين 2 من اشتغل وحفز لي الادرينال جلاند، حفز لي اياها الادرينال جلاند. ايش سوت؟ فرزت لي هرمون اسمه الالدوستيرون. هذا الالدوستيرون اللي هو هذا فرزت لياه غدة الكظرية، فرزت لياه اسمه الالدوستيرون. وقلنا يا بل الالدوستيرون بيشغله كلش لطيفة. الالدوستيرون ايش راح يسوي؟ راح يشتغل على الكلية. وش يسوي؟ عافية، راح يمتص الصوديوم ويدخله للدم. ها ايه، راح يمتص الصوديوم. هذا الالدوستيرون، هذا الهرمون ايش راح يسوي؟ راح يمتص الصوديوم ويدخل لياه للدم. تمام، وش يسوي بعد؟ عافيه، ويحط لك البوتاسيوم يطرده من الدم. خوش، هاي كلش صفه مهمه بالالدوستيرون. نعيدها، الالدوستيرون شو يسوي؟ يسحب الصوديوم ويدخله الى الدم، ويحط لك البوتاسيوم يطرده من الدم، ويطرده من الجسم، يطلع ويا البول. هذا البوتاسيوم، خوش، يعني يزود الصوديوم ويدخله للدم، والبوتاسيوم يطرحه من الجسم. تمام طلاب، هذا شغل الالدوستيرون. زين، ايش قلنا بعد؟ قلنا الماء يتبع الصوديوم، تتذكرون؟ فبما انه الصوديوم الالدوستيرون دخل لي للدم، فالماء راح يتبعه، اذا الماء ايضا يدخل الى الدم، وبالتالي زاد الماء. فهسه تعرفتوا شلون الرنين والسلسله مالته زودت الماء، فبالتالي من ازداد الماي بهذه العملية رجع الضغط طبيعي، رجع ضغط الإنسان طبيعي. وضحنا هاي العملية في ذيك المحاضرة، بس أنا حبيت أعيدها على مود أستكمل لكم السلسلة اللي سويتها. أوكي؟ أوكي زين، الآن في هذه الصفحة يا طلاب، خلنا نمسح هاي الهوسة. الآن في هذه الصفحة، هاي الصفحة ستحسها أنت هوسة وكذا، بس هاي الصفحة ثق بسيطة. هاي الصفحة تحكي عن تأثير هرمون الألدوستيرون. هذا الألدوستيرون إحنا مو قلنا يمتص الماي ويدخل لي إياه للدم، ويحط لك البوتاسيوم يطرح لك إياه خارج الجسم. خلال هذه الصفحة راح نتعرف شلون الألدوستيرون يسحب الصوديوم ويدخله للدم، وشلون الألدوستيرون يحط لك البوتاسيوم يطرحه للبول ويطرحه من الجسم. شلون دا يسوي هذا الشيء؟ أنا صح افتهمت وحفظت وياك دكتور، حفظت إن الألدوستيرون يسحب الصوديوم والدور شو يسوي؟ ويطرح البوتاسيوم، افهمت. بس شلون يسوي هذا العمل؟ اي، خلال هذه الصفحه اعلمك هسه شلون هذا الالدوستيرون يسوي هذا العمل اللطيف.
تمام يلا نجي وصلنا لهنا خلنا نجي. طبعا هاي الصفحه طلاب هاي الصفحه كلها طبعا بيها اسئله هاي الصفحه كلها راح كلها بس اوضح لك هذا المخططات بس اوضح لك لان المخططات ثق هذه الصفحه كلها تصير تافهه جدا هيك هسه نرجع نقراها بعد ما افهمك نرجع نقراها اصلا نقول شنو هذا الكلام كله سهل بس تشوف انه صعب بس هي مو صعبه يلا طب. يلا وصلنا الى الالدوسترون يا احبائي يا اصدقائي يا ورود وصلنا الى الالدوسترون وعرفنا شغل الالدوسترون على من يشتغل الالدوسترون يشتغل على الكدني وش يسوي يسحب الصوديوم ويطرح البوتاسيوم عدته هواي لان هاي دائما تجي بالاسئله عدتها ان الالدوسترون يسحب الصوديوم ويطرح البوتاسيوم خلنا احكيها بالانجليزي شلون تجيك بالانجليزي يقول لك يا بالالدوسترون الالدوسترون انت صح حفظت وياي انه الالدوسترون يمتص الصوديوم بس شلون تكتب بالانجليزي راح يقول لك الالدوسترون يسوي reabsorption absorption reabsorption na اوكي reabsorption للصوديوم خلي هنا الصوديوم na شوفها reabsorption لل na reabsorption يعني يمتص الصوديوم ويدخله للدم هيك تجيك اوكي زين احنا قلنا بعد يطرح البوتاسيوم شلون تكتب يطرح secretion كي يعني بوتاسيوم اوكي secretion يعني يطرح خارج الجسم اوكي فالالدوسترون راح يطرح لي الكي ويمتص الصوديوم تمام ورد زين هاي عندي انا الكليه يلا لحد هذه المعلومه خلني اتوقف اوضح لك التشريح مالت الكليه بس اوضح لك التشريح مالت الكليه على مود ارجع لك الالدوسترون شلون يسحب الصوديوم وشلون يطرح البوتاسيوم خلني اوضح لك التشريح مالت الكليه هاي انا عندي كليه يا طلاب هاي الكليه لاحظوا ياي اذا ملاحظ هاي الكليه كم حسن مشرحه بابا مشرحه تشوف تلاحظ هذا التشريح شيء مثل التشريح نعم هاي التشريح عباره عن انابيب موجوده داخل الكليه طبعا انتم تعرفون الكليه وظيفتها تفلتر الدم يعني الدم يدخل بالكليه يتفلتر ويتصفى من الوساخه ويطلع يرجع مره ثانيه للدم والوساخه تنطرح على شكل بول اوكي هاي وظيفه الكليه تمام فذني الأشرحة يا طلاب ذني الكنن أشرحة ذني عبارة عن شنو عن أنابيب لاحظ الأنبوب جاب لك إياه وكبر لك إياه في هذه الصورة هذا هو الأنبوب زين ممن يتكون هذا الأنبوب اللي موجود داخل الكلية خلنا نجي نوضح الأنبوب هو عبارة من اسمه أنبوب فهو عبارة عن أنبوب ملتوي وملتف داير مداير نفسه ومسوي لي هتشوهوسة بس كل جزء من هذا الأنبوب إلى وظيفة كل جزء من هذا الأنبوب إلى وظيفة تمام أول جزء من هذا الأنبوب لاحظ طبعا قبل أول جزء أكو هنا مثل الدعب اللي تصير عبارة عن أوعية دموية ملتفة دائما دائرها بابا أوعية دموية ملتفة دائما دائرة نفسها تسوي لي شيء اسمه الجلوموريولوس هاي الجلوموريولوس هي عبارة عن كتلة دائرية من الأوعية الدموية تمام راح يرتبط بيها شنو راح يرتبط بيها هذا الأنبوب اللي قلنا عليه الجزء الأول من الأنبوب جاي أحدده باللون الأزرق هذا جزء من الأنبوب الجزء الأول يصيحوا له بروكسيمال convoluted tubule أوكي هذا الجزء الأول من الأنبوب يصيحوا له بروكسيمال convoluted tubule تمام طلاب بروكسيمال يعني القريب عن الكرة بروكسيمال بمعنى القريب من الكرة convoluted يعني الملتوي لاحظ شلون هذا الأنبوب قريب وملتوي فعلا لاحظ شلون لولو وتيوبيول يعني من اسمه تيوبيول يعني أنبوب أوكي تيوبيول يعني الأنبوب الملتوي القريب اللي هو هذا الاسم مال هذا الأنبوب القريب يسحوا له بروكسيمال convoluted tubule أوكي طلاب أوكي ورود زين إيه بعد اللي يهمني الأنبوب الثاني اللي أهتم بياه هو هذا الأنبوب هذا شوف هذا الجزء النهائي من الأنبوب هذا الجزء البعيد من الأنبوب هذا الجزء البعيد من الأنبوب شو يسموه له يسحوا له distal sorry نحط هذا على الشحن
قلم خلاص اي يصحوا ل distal شوف يصحوا ل distal convoluted tubule ها distal يعني بعيد شوف فعلا هذا الانبوب بعيد عن الكرة فسميت الانبوب البعيد convolute مثل ما قلنا يعني ملتوي tubule يعني الانبوب يعني الانبوب الملتوي البعيد فها فسمن اشلك على هذا الجزء من الكلية او هذا الجزء من الانبوبات الانابيب تقول لي يا بتا هذا اسمه distal distal يعني بعيد convoluted tubule الانبوب الملتوي البعيد طب هذا الانبوب البعيد ها خلينا نكمل لك الانبوب الاخير هذا الانبوب الاخير التشبير هذا التشبير يصيحوا له الكولكتيك دكت دكت يعني قناه كولكتيك يعني القناه الجامعه اوكي هذا الانبوب التشبير هذا هو هذا خلاص راح يجمع البول ويطلع لي للحالب اوكي يجمع لك البول ويطلع لك اياه باعو يجمع البول من هنا ويطلع وين يطلع لي هذا الكاليسز والدور يرتبط بالحالب هذا كل الكاليسز يعني مثل الحوض هذا بقى. هذا شو تحسه مثل الحوض اوكي يجمع البول اوكي هذا الحوض اوكي والدور يوديه للحالب على مود يطرح البول يطرح البول خارج الجسم فبالضبط هذا الانبوب الاخير الموجود بالشريحه اللي هي هاي شريحه اخر جزء يعني هذا وياه بالضبط هو هذا اسمه كولكتنج داكت زين يا طلاب يا احبابي هاي المعلومة اللي راح أذكرها هسه جدا مهمة. خلنا أحدد لك هذا. الألدوس يلا نرجع للألدوس يلا هسه إحنا وضحنا التشريح كلش وضحناه. ها خلنا نكمل بعد خلنا نكمل شغلة بالتشريح أيضا. هذا الجزء طلاب هذا إحنا تعرفون كل جزء بجسم الإنسان يتكون من مجموعة من خلايا كل جزء بجسم الإنسان يتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا. فهذا الجزء الانبوب هذا الانبوب النهائي الطلاب اللي ذكرت هذا الانبوب النهائي هذا متكون من خلايا كثيره لاحظ هاي وياها الخلايا كبر لك ياهن وورد هذا ابو الصور ورده كبر لك الخليه يقول لك هاي يا بتر متكون مجموعه من الخلايا كل خليه شوف ايش كبرها اها وهاي الخلايا يا طلاب هاي الخلايا الموجوده هاي الخليه الموجوده في هذا الموجوده في هذا الانبوب البعيد هاي الخلايا الموجوده في هذا الانبوب البعيد تحوي على قنوات تحوي شوف هنا قناة شنو فائدة هذه القنوات؟ أقول لك فائدة هذه القنوات تسحب للصوديوم الدخله للدم تسحب الصوديوم من هو تسوي فلتر تسحب الصوديوم توديه وين للدم اوكي شوف هذا بلاد شوف هاي بلاد هذا بلاد يعني الدم فهاي القناه الموجوده على الخليه هذه مالت الانبوب تسحب الصوديوم وتدخله المن للدم زين وبعد اكو قنوات ثانيه لونهن ازرق مثل هسه شوف هاي قنوات ثانيه لونهن ازرق اذا القنوات اللون الازرق ايش راح يسوون راح يطرحن البوتاسيوم الكي راح ينطرح بالبول بس هذه العمليه تحت اشراف من عفيه هذه العمليه ما تسحب الصوديوم وتدخيله الى الدم وطرح البوتاسيوم خارج الجسم تحت اشراف من هذه العمليه عافية تحت إشراف هرمون الألدوستيرون ورد هسه عرفت شلون الألدوستيرون جاي يسحب الصوديوم ويدخله للدم وشون جاي يطرح البوتاسيوم يطلع خارج الجسم عرفت شلون الطريقة الهاي هذا الهرمون الألدوستيرون جاي يستخدمه على مود يسوي هاي الشغلة عافيه شوف فسقنا الكليه فسقنا الانابيب مالت الكليه دخلنا الى خلايا الكليه لقينا داخل الخلايا مالت انابيب الكليه اكو قنوات هاي القنوات تسحب الصوديوم الدخل للجسم وتطرح للبوتاسيوم خارج الجسم تحت اشراف من تحت اشراف هرمون يصيحوا له الالدوستيرون تمام كلش ما خلي امثل لك تمثيل بعد كلش حلو هسه تفهمت
انا هسه تقول لي دكتور عاشت ايدك فهمت انا الالدوستيرون شلون جاي يدخل الصوديوم شلون جاي يطرح البوتاسيوم. خلي اكتبها بالانجليزي عامة تنسوها. شلون الالدوستيرون جاي يسوي ري ابزوربشن، ري ابزوربشن، ري ابزوربشن لمن؟ ري ابزوربشن يعني امتصاص، ري ابزوربشن لمن؟ امتصاص لمن؟ امتصاص للصوديوم يدخل الجسم ويسوي لي سيكريشن. سيكريشن شنو طرح؟ لمن يطرح الالدوستيرون؟ عافيه يطرح البوتاسيوم. فبالضبط هذا شلون عرفت انا يا دكتور عرفت الالدوستيرون شلون جاي يسوي ري ابزوربشن للصوديوم وشلون جاي يطرح البوتاسيوم. زين انا فهمت هاي المعلومه، بس خل اوضح لك بعد توضيح لطيف. هذا الالدوستيرون يا طلاب يشبه المهندس، الالدوستيرون يشبه المهندس. احفظ وياي، تعال نفترض انا عندي هذا مهندس، لاحظ لاحظ لاحظ، راح ارسم لك المهندس. هذا مهندس، هذا مهندس، اوكي مهندس، هذا الازرق مهندس. زين هذا المهندس تعرفون انت المهندس يطلع عمال، من يريد يشتغل المهندس يطلع، يطلع عمال. فهذول العمال طلعنا مجموعه من العمال على مود يشتغلون في بنايه معينه، اوكي هذول العمال. خش هذا المهندس اذا موجود العمال كلها تشتغل شغل مضبوط، يخافون منه. المهندس موجود، العمال كلها تشتغل شغل مضبوط، ما حد يسخت. موجود المهندس ما حد يسخت، اوكي؟ بس يروح المهندس شويه، خلنا نوخر المهندس، بس يروح المهندس عن العمل، بس يروح. العمال تتطشر، قسم يروح يخابر حبيبته، وقسم مدوين يسوي شغلته، يتيه العمل، لان المهندس المشرف ما موجود، فذول العمال كلها تتطشر، واحد يروح يخابر حبيبته، واحد مدوين يروح، واحد مدوين يروح، والعمل يتيه. اوكي فهنا الغرض اللي التشبيه اللي اشبهه به اللي اريد اشبهه لك. المهندس يمثل لي الالدوستيرون، دوستيرون المهندس يمثل هرمون الالدوستيرون. العمال شو يمثلون؟ القنوات، قنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم، قنوات الصوديوم اللي تمتص الصوديوم والقنوات مات البوتاسيوم اللي تطرح البوتاسيوم. في حال كان الصوديوم او في حال كان المهندس الالدوستيرون موجود، هذن القنوات يشتغلن شغلهن الطبيعي. الموجودات على الخلايا، الموجودات هنا رسمناهم، اوكي في حال كان الالدوستيرون موجود ذن القنوات يشتغلن شغلهن الطبيعي، يمتصن الصوديوم يطرحن البوتاسيوم. بس يروح المهندس، بس يروح هرمون الالدوستيرون، بس يروح هرمون الالدوستيرون العمال تتطشر، القنوات تروح. ها فهمتها؟ يعني بعد اذا راح الالدوستيرون بعد ما يمتص الصوديوم ولا ينطرح البوتاسيوم بالشكل الصحيح، اوكي؟ بس هاي اللي توضح لك اياها يعني بعد ما تنساه. خلاص هسه انا هذا بعد ما فهمت هاي السلسله اللطيفه، هاي السلسله الجميله، انا فهمت هاي الصفحه كلها. كلها فهمت هاي الصفحة، هاي هاي صفحة صارت أبسط من البسيط. تمام تمام. نعيد سريع، نعيد الفكرة سريعا. وصلنا إلى الألدوستيرون، قلنا الألدوستيرون يشتغل على الجزء الأخير من الـ من الـ من شنو من الأنبوب اللي هو اسمه distal convoluted tubule. انتبه احفظ لي اياه، distal convoluted tubule. أجيب لك سؤال ممكن، أوكي؟ وقلنا distal هذا الأنبوب بخلايا، والخلايا بها قنوات. من يتواجد هرمون الالدوستيرون هاي القنوات تسحب الصوديوم وتطرح البوتاسيوم. تمام. في حال ال- ال- الهرمون راح اختفى، القنوات اختفت بعد العمل، تاه مات الصوديوم ومات البوتاسيوم. تمام عملية؟ تمام حبيبي؟ تمام كلش بسيط وواضحة وفتهمناها. تعال خلنا نجي، طبعا خلنا اوضح لكم هذه، طبعا هاي نفسها راح نعيدها بس كلام، يعني هو فهمناها هاي الصفحه كلها فهمناها، بس خلينا نشوف الكلام على مود اراويكم ايش قد انتم سيطرتوا. شوف 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 ايش قد سيطرت انت. يقول لك يا بتر العمل الاكشن، العمل مالت الالدوسترون شنو هو العمل مالت الالدوسترون؟ تتذكره يلا اتذكر لي. عافيه عافيه، يمتص الصوديوم، صوديوم يمتص الصوديوم، يخلي لي الصوديوم يمتص، وش يسوي لي بالبوتاسيوم؟ عافيه يطرح لي البوتاسيوم. عمل الالدوسترون يمتص الصوديوم، وش يسوي للجسم للبوتاسيوم؟ يسوي لي سكريشن، طرح طرح للبوتاسيوم. هاي العمل، هاي هاي المعلومه مو وضحتها مسه؟ خوب بسيطه صارت، خوب سهله. اها هاي كلش مهمه، سؤال عليها وزاري يجي هاي. تمام انا حطيت لك اياه هنا كسؤال وزاري، اوكي؟ يقول لك هنا ما سؤال، ما هو
عمل الألدوستيرون على النيفرون. النيفرون شنو النيفرون؟ خلي أوضح لك النيفرون. النيفرون هو هاي هذا كله يصير حوله نيفرون، هذا كله يصير حوله نيفرون. أوكي أوكي، يقول لك ما هو عمل الألدوستيرون على النيفرون؟ شو يسوي الألدوستيرون؟ عافية، تختار للاختيار سي، يمتص الصوديوم ويطرح للبوتاسيوم. تمام، هذا أسان السؤال وزاري جاوبته، جاوب السؤال وزاري أنا. تمام ممتاز، يلا نجي نكمل. هسه هاي واضحة المعلومة به شي. يقول لك إف إذا الـ ADH تذكرون هذا الهرمون اللي شرحناه بالمحاضرة الثانية، نشرح لكم بالمحاضرة الثانية، هذا الـ ADH، هرمون الـ ADH اللي قلنا شي يسوي، يمتص الماء. هذا الهرمون الـ ADH وظيفته فقط يمتص الماء، يمتص الماء أو يحفز على امتصاص الماء. أوكي، يقول لك رجع هنا ذكر لك وظيفته، يقول لك إذا الـ ADH موجود، الـ ADH موجود إيش راح يسوي؟ عفية، راح الماء يمتص ويدخل إلى الدم. أوكي، إذا الـ ADH موجود الماء راح يمتص، ريأبزوبد يعني يمتص ويدخل المن للدم. تمام، هاي المعلومة واضحة. بعد هذا الـ ADH شو يسوي لي هسه فهمت هاي المعلومة الأولى، شو يسوي لي ADH؟ تعال، يقول لك preventing further water loss from the body، هذا الهرمون الـ ADH يقول لك يمنع فقدان الماء من الجسم. أكيد 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 الـ ADH يمنع فقدان الماء من الجسم. ليش؟ لأن هو الـ ADH يمتص الماء يرجع للجسم، أكيد بعد ما يصير عنده فقدان من الماء، بعد ما ينفقد عند الماء، لأن هذا الـ ADH جاي يمتص الماء يرجع للجسم، الماء أكيد بعد ما ينفقد. أوكي، إذن prevent يمنع، further يعني جدا، water loss يعني فقدان الماء من الجسم، هذا الهرمون يمنع فقدان الماء من الجسم. تمام، كلش مهم، واضحة، فهمت أنا هاي العملية. وبالتالي طلاب من موجود عند الـ ADH، هذا اللي يمتص الماء، هذا الهرمون اللي يمتص الماء، وايضا من يوجد عندي هرمون اللي درسناه هستونا اللي هو الألدوستيرون، برايك هذول مو واحد يمتص الماء وواحد يرجع الاملاح؟ هذا يمتص الماء يدخل للجسم، وهذا يدخل الصوديوم للجسم، يعني يمتصون الماء والاملاح يدخلوهم للجسم، برايك بعد الضغط راح يقل؟ لا، الضغط راح يستقر، لان انا عندي ميكانيكيه قويه تمتص الماء وترجع ليها للدم. إذن الضغط راح يظل مستقر، في حال قل الضغط يشتغل عندنا الهرمونات يرجعنا الضغط طبيعي. سبحان الله سبحان الله، شوف 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 التنظيم، بس تفقد شوية ماء قل ضغطك شوية مباشرة اشتغل عندنا الهرمونات رجع عن ضغطك إلى الطبيعي. فالضغط جدا مهم، رب العالمين خلى بي ميكانيكية جدا رهيبة على مود يخلي الضغط مستقر، لأن الضغط جدا مهم في تغذية العقل. أوكي أوكي، يقول لك وبالنتيجة النهائية البلود فوليوم، حجم الدم وضغط الدم استيبلايزد، مستقر حتى لو فقدت الماء، حتى لو انت فقدت شوية ماء، شوية مو هواي، حتى لو انت فقدت شوية ماء هو يبقى مستقر بفضل ذن الهرمونات يرجع لنا طبيعي. تمام والله وردة، شوفوا الفهم شلون يخليك تفهم المادة وتصير عليك سهلة، كلش تسلسل لطيف، تسلسل لطيف. هسه هاي الجزء انا فهمته، واصلا انا فهمته من الساعة يعني. اوكي تمام، خلنا نجي نفهم هذا بعد الجزء، احنا طبعا فاهمينه بس قلت لكم اعيده يعني لكم على مود يصير عندكم بعد اوضح. يقول لك يا ابا في حال غياب الهرمون الألدوستيرون، اذا غاب هرمون الألدوستيرون، ابسس يعني غياب، الألدوستيرون هو هرمون الألدوستيرون، اذا غاب هرمون الألدوستيرون شي يصير؟ تتذكرون يا طلاب من قلت لكم الألدوستيرون هو مهندس، هو مشرف، في حال كان موجود القنوات مالت الصوديوم موجوده وتشتغل صح. في حال راح المهندس يعني راح الألدوستيرون، شنو يعني؟ تاه العمل، عافية، تاهت القنوات، راحت القنوات، قلت القنوات، لأن الألدوستيرون ما موجود. تمام، ففي حال غاب الألدوستيرون، يعني من يروح الألدوستيرون الجسم ما يفرز الألدوستيرون، شنو يصير عندي؟ شوف هنا هذا السؤال، الخلايا في late distal convoluted tubule and collecting duct allow little sodium and potassium
ايون باس، يقول لك في حال غاب الالدوستيرون الخلايا الموجودة في الانبوب البعيد، الخلايا الموجودة في الانبوب البعيد بعد ما تشتغل صح وتدخل الصوديوم وتطرح البوتاسيوم. ليش؟ لأن القنوات راحن، ماكو مشرف فراحن القنوات، فبعد ما يدخلن الصوديوم بشكل صحيح، يعني ما يشتغل الوظائف، الخلايا بعد ما تشتغل وظائفها الصحيحة، دني الخلايا بعد ما تشتغل وظيفتها الصحيحة في حال غاب الهرمون مات الأبدوستون، فبالضبط بعد شو يسوي؟ يقول لك ألو ليتل قليل من الصوديوم والبوتاسيوم أيون باس، يعني راح بالضبط تسمح يعني تمتص شوية من الصوديوم، شوية ليتل قليل، يعني شوية من الصوديوم تمتص وتطرح شوية من البوتاسيوم، يعني مو شغل الكفوء لأن ماكو مشرف، فشوية يبقى بيت خطية كم عامل، شوية يخاف رب العالمين كم عامل يبقى يشتغل إذا كان غايب المهندس يبقى يشتغل، أوكي؟ فيبقى شويونة إذا غاب الأردوسون يبقى شويونة من الصوديوم يمتص وشوية من البوتاسيوم ينطرح، أوكي؟ ليش هاي الشويونة؟ ليش؟ تقدر تقول لي ليش؟ عافية، لأن القنوات راحن، لأن المهندس ماكو القنوات راحن، يقول لي because there are few sodium potassium channels in the cell membrane facing kidney tubule، يعني ليش بالله ليش تمتص شوية من الصوديوم وتطرح شوية من البوتاسيوم؟ ليش؟ بسبب إنه قنوات الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا قلن، أوكي؟ few يعني قليلات، لأن المهندس لأن الألدوستيرون ما موجود فالقنوات قلن، أوكي؟ فأكيد إذا قلل القنوات بعد شا من يدخل الصوديوم من يطلع البوتاسيوم؟ ماكو أحد، لأن القنوات ما موجودات. فواضحة هاي؟ شغلة فهمية لطيفة، كلش لطيفة، يلا نعبرها. تعال هنا ايش يقول لك يابا؟ يقول لك ايضا اكو قناه ثانيه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بامب، هاي قناه اسمها ايش اسمها؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بامب، يقول لك ايضا تكون قليله، ايضا هسه بعدين نشرحها ان شاء الله، يقول لك هاي القناه تكون قليله ايضا فيو، تكون قليله في حال اختفى في حال يعني ما انفرز الالدوستيرون، ما انفرز هذا الهرمون. زين يلا نجي نكمل، يقول لك الالدوستيرون exerted its effect by inserted additional channel in the late distal convoluted tubule and collecting duct of the kidney. شوف 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 اسمع اسمع اسمع، يقول لك يابا على مود تنحل هذه المشكلة احنا نعرف الالدوستيرون، ده يقول لك الالدوستيرون شو يسوي للالدوستيرون؟ يعني المهندس اذا رجع شنو اللي يرجع وياه؟ عافية العمال ترجع الى عملها، لان المهندس رجع فاكيد العمال اللي كانوا فالتين يرجعون العمل مالتهم، اوكي؟ يعني ترجع القنوات اذا انفرز الدوسترون، ترجع القنوات تشتغل صحيح، اوكي طلاب؟ يقول لك يا بل الدوسترون اذا تواجد، الالدوستيرون اذا تواجد هنا يقول لك بالضبط راح شو يسوي؟ راح يسوي انسيرت اديشنال شانل، راح يضيف قنوات، اوكي؟ الالدوستيرون اللي موجود راح يضيف قنوات، وين يضيف القنوات؟ يضيف القنوات في في الانبوب البعيد، في الانبوب البعيد اللي رسمت لكم اياه، يضيف قنوات في الانبوب البعيد وفي الكولكتنج دكت، وفي القناة الجامعة الكولكتنج دكت، اوكي؟ يضيف القنوات. زين شنو الفائده اذا اضاف قنوات؟ اوكي اجى الالدوستيرون انضافت القنوات للانبوب البعيد، اوكي شنو يعني القنوات شو يسوون؟ عافيه يعني ده يوضح لك، يقول لك يا ترى اذا اجى الالدوستيرون يعني انضاف القنوات، يعني اشتغل صحيح، يعني انسحب، يعني امتص الصوديوم دخل للدم وانطرح البوتاسيوم خارج الجسم، فهنا يقول لك بالتالي الصوديوم راح يتحرك إلى الدم، الصوديوم راح يمتص ويتحرك إلى الدم، والبوتاسيوم راح شنو يتحرك من الدم وينطرح للبول، أوكي تمام، أوكي كلش واضح، كلش العملية واضح. يلا نجي لهاي العملية، نجي لهذه السؤال، يلا نجي لهذا السؤال، يقول لك الألدوستيرون هذا الهرمون الألدوسترون act on يعمل على الألدوسترون، برأيكم يعمل على يا جزء من 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 الأنابيب، يعمل على الجزء القريب من الأنابيب هذا، لو يعمل على الجزء البعيد من الأنابيب، لو يعمل على الجلوميرولر هاي الدائرة، برأيكم على من يعمل؟ عفية الألدوسترون يعمل على distant convoluted tubule، على الجزء البعيد، أوكي تمام طلاب؟ واضحة والله العظيم جدا واضحة وبسيطة وسلسة.
اي طلاب يلا نجي بعد. طلاب احنا ذكرنا بالساع ذكرنا انه شلون الكلية تنظم للضغط، صح؟ هذا الكلام اللي ذكرته من ساع هو انه شلون الكلية جاي تنظم للضغط. زين، عندي موضوع اخر في نفس المحاضرة هو انه شلون الجهاز العصبي ينظم للضغط. اها، يعني سبحان الله، الله وضع فد ميكانيكيات وفد أجهزة كثيرة من أجل الحفاظ على الضغط، من أجل إذا الشخص قل شوية الماء من عنده وقل الدم من عنده شلون يقدر يحافظ على الضغط. فوضع لك واي طرق على مود يحافظ على الضغط. تمام، شوف هذا يعني الإعجاز الإلهي. شوف طلاب، طبعا هذه الصفحة، لاحظ هاي الصفحة الكبيرة مع هذه الصفحة الكبيرة، شرط هذه الصفحتين في هذا المخطط هو في هذا المخطط يكون الملخص مالك. يعني أنا هسه راح أشرح لك هذا المخطط، هذا المخطط ذن الصور راح أشرحهن لك، ها، بحيث ذن الصور من تفهمهن راح يغنيك عن هذه الصفحة، تحسها كلش بسيطة وتافهة صارت عندك، لأن أنت فهمت الأساس، فهمت وسلسلة أفكارك، وأيضا هاي الصفحة راح تكون جدا مفهومة عندك بمجرد أنه نفهم هذه الصور ونفهم هذه المخططات. طبعا احنا نستخدم هذا الأسلوب من الشرح على مود المعلومة تبقى في بالك وما تنساها إلى أن تموت يعني. بعد شو عنكم، اوكي؟ فيعني تبقى المعلومه في بالك يعني، اوكي؟ ليش مخططات كلش مهمه يعني، اوكي. يلا خلينا نبلش شلون يلا خلينا نبلش شلون الجهاز العصبي ده يسوي لي سيطره على الضغط. يلا، عندي نظام او عندي مستقبلات. يلا خلينا نبلش. الله يخليك، اريدك تنتبه وياي لان هي ان شاء الله متسلسله، فيجب ان تنتبه وياي. شوف المايك مضبوط. فيجب أن تنتبه وياي على مود الفكرة تكون جدا واضحة عندك. يلا طلاب يا أبطال، بالبداية أنا عندي شيء اسمه البارا ريسبتر. البارا ريسبتر وهو حساس، اسمع هو حساس أو مستقبل، عبارة عن حساس أو مستقبل موجود بالقلب. ها، هو عبارة عن شغلات تتحسس أو مثل نقدر نقول مستقبلات موجودات بالقلب. زين، خل نجي نحدد مكانهن على مود من أذكر لك الوظيفة مالتهن تفهمها. اي نعم، أنا أشرح لك تشريح وأشرح لك شغلات كيميكال وأشرح لك شغلات فيزيكال من أجل أن توصل لك الفكرة. هذا كله أنا أنطيك إياه على قاب من ذهب على مود أوصلك للغاية اللي أريدها أنا أوصل لك إياه. تمام، هذا المستقبل اللي اسمه بارا ريسبتر يا طلاب موجود في القلب. وين بالضبط؟ خلنا نجي ناخذ تشريح القلب، أوكي، على مود أعرف وين موجودة ذن البارا ريسبتر. زين، هذا هو القلب أمامي. القلب مثل ما تعرفون يطلع منه شريان كلش كبير، شريان كلش كبير وهو اسمه الشريان الأبهر. أها، اي نعم، الشريان الأبهر او يصيحوله بالانجليزي ايورتا، ايورتا هيك يكتبوها، ايورتا، اوكي. هذا هو الشريان الأبهر، حددت انا هذا هو الشريان الأبهر يطلع من القلب. من الشريان الأبهر يا طلاب يطلع لثلاث شرايين، هذا مو شريان، هذا القوس مات الشريان الأبهر، يطلع من عنده ثلاث شرايين. لاحظ، أوكي. هذا الشريان اسمه الكمون كاروتيد، كمون كاروتيد أرتري، طبعاً أرتري يعني الشريان، كمان كاروتيد هو اسم الشريان، كمان كاروتيد، فهذا اسمه كمان كاروتيد وهذا اسمه كمان كاروتيد. تمام طلاب، هذا الكمان كاروتيد ارتري، هذا الشريان اللي اسمه كمان كاروتيد راح يتقسم الى وينطيني، راح يتقسم الى اثنين. شو ينطيني؟ ينطيني هذا الخارجي اللي للخارج اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، اكسترنال يعني خارجي، كاروتيد هو اسمه، ارتري يعني شريان، اذا الشريان الكاروتيد الخارجي هذا اللي منه، اوكي. زين، وهذا الانترنال كاروتيد ارتري، انترنال يعني داخلي، نكتب عدل، انترنال يعني داخلي، انترنال كاروتيد ارتري اللي هو هذا وياه، اوكي، هذا يعني الشريان الداخلي الكاروتيد، اوكي. زين،
هسه أنا شوية افتهمت التشريح مات القلب، صار عندي دكتور صار عندي شوية رؤية عن تشريح القلب. يلا تعال دليني هسه أنا افتهمت القلب، دليني وين هاي المستقبلات اللي اسمهن بارا ريسبتر موجودات؟ وين موجودات دكتور؟ راح أقول لك موجودات في مكانين. هذا المكان الأول اللي موجودات على الشريان الأظهر، إذن الصفر إذن عبارة عن 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 بارا ريسبتر، إذن عبارة عن بارا ريسبتر مستقبلات حساسات، أوكي، موجودات على الشريان الأظهر. هذا أول مكان يسحون أيورتيك بارا ريسبتر. أيورتيك يعني أبهر، بارا ريسبتر يعني حساسات الأبهار، أوكي. سين المكان الثاني وين؟ موجودات في منطقة اللي يتفرع بيها الكمان كاروتيد. إحنا مو قلنا الكمان كاروتيد راح يتفرع إلى اثنين؟ تمام. فهن هذني الحساسات اللي اسمن بارا ريسبتر موجودات في منطقة تفرع الشريان. أها، إذن أنا صار عندي اثنين مكانات إلى البارا ريسبتر، إلى الحساسات، أوكي؟ اثنين مكانات إلى الحساسات. زين تمام تمام يا طلاب. هسه أنا هسه دكتور افهمت التشريح وافهمت وين موجودات ذني الحساسات. شنو وظيفة هاي الحساسات؟ راح أقول لك هاي الحساسات وظيفتهن يتحسسن التغير في الضغط. أها، هي من اسمها حساس، حساس يتحسس. فهاي هاي الحساسات تتحسس إذا تغير ضغط الدم. إذا تغير ضغط الدم هذن الحساسات يتحسسن، أوكي؟ زين من يتحسسن هذن الحساسات، تعال شوف هذا الصورة. هسه هذا التفرع مالت الأبهر وذني الموجودات في منطقة اللي يتفرع بيها الكمان كاروتي، صح؟ باعتبار هذا قلب، القلب هسه اللي رسمه هيك يصير، أوكي؟ هذا صح، هسه رسم ثاني، أوكي؟ فذني الحساسات يلا اللي يتحسسن للتغير مالت الضغط. نفترض افتراض إنه الضغط مالت الإنسان قل، ها؟ إنه مو يتحسن الضغط. هسه أنا افترض إن أكو شخص من واحد من عندكم قل الضغط مالته. من قل الضغط مالته قبل ذن الحساسات قال يا ابويا اني حسيت انه الضغط قل. حساسات ذني قال يا ابويا يا يابا الضغط قل. سوون ذني يظلن ساكتات؟ لا. شنو وظيفتهن؟ وظيفتهن يدزن رسالة الى الدماغ، يدزن رسالة الى الدماغ، يقول لنا يابا يابا ترى انا تحسست اكو قلة بالضغط. يدزن رسالة للدماغ يقول لنا يا بترى أنا حسيت أكو قلة بالضغط، اشتغل. يقول لك أوكي عاشت إيديتشن، شكرا إلك إلتشن، أنت هاي وظيفتشن عاشت إيديتشن، رحم الله والديتشن، الدور الشغل عليه. هذا الدماغ يقول الدور الشغل عليه. الدماغ من وصل لتحفيز وقالوا له يا بترى صار عندنا قلة بالضغط، يظل ساكت الدماغ؟ مستحيل مستحيل، الدماغ هو شغلته السيطرة، شلون يظل ساكت؟ ها سوى الدماغ حفز نظام اسمه النظام السمبثاوي. شنو يعني؟ اي نعم اكو نظام اسمه النظام السمبثاوي. شنو هذا النظام السمبثاوي؟ اسمه بالانجليزي صح على سمباثيك، سمباثيك سيستم، سمباثيك سيستم، احفظها سمباثيك سيستم، النظام السمبثاوي. من وصل يلا نعيد، من وصل التحفيز من الريسبترات ومن الحساسات الى الدماغ قال لنا يا الدماغ يا بترى قل الضغط عندي اني. الدماغ قال عاشت ايديتشن هسه انا اشتغل. الدماغ من وصل لهذا التحفيز السوى، من وصل هذا التحفيز السوى مال قلة الضغط قال يا بخل احفز النظام السمبثاوي. هذا النظام السمبثاوي راح يحل المشكلة، راح يرجع للضغط طبيعي، راح يرجع يصعد الضغط لان قل الضغط، في هذا النظام السمبثاوي راح يرجع يصعد الضغط. زين هسه تسالني سؤال تقول لي شلون النظام السمبثاوي يرجع يصعد الضغط؟ راح اقول لك بكل بساطه بكل بساطه. النظام السمبثاوي يروح المخ، نغير اللون. النظام السمبثاوي يروح للقلب، يروح للقلب يقول له يا ترى انا صار عندي قله بالضغط، زيد دقات القلب، زيد دقات القلب على مود يصير ضخ اكثر على مود ارفع الضغط. ها شفت شلون العمليه حلوه متسلسله؟ اجى النظام السمبثاوي راح للقلب قال له يا بترى انا وصل لي ايعاز انه الضغط قل، زيد من دقاتك،
زيد من القوة مالتك. فالضغط يقوم يدق هواي يدق هواي يدق هواي على مود يرجع الضغط. هاي أول خطوة تمام كلش مهم. النظام السمبثاوي بعد شي يسوي؟ يروح علما النظام السمبثاوي يروح للأوعية الدموية يقول له نيابة ترى أنا وصل لي إعاز إن الضغط قليل شوف النشارة. يقول له بسيطة الأوعية الدموية هنا شو حيصير بهن؟ راح يضيقن شوية. من يضيقن شوية راح يصعدن الضغط. شرحناها أوكي إنه هذا الوعاء الدموي مو بداخله أكو دم. فأنت تخيل الوعاء الدموي بداخله دم من الضيق الوعاء الدموي مو زاد الضغط أكيد يزيد الضغط أوكي. فيعني الضيقن الأوعية الدموية على مود يزيد الضغط. هاي الحالة ما تتضيق ما الأوعية الدموية يسمحوا لها فازو كونستراكشن. فازو كونستراكشن يعني تضيق بالأوعية الدموية. فازو كونستراكشن هذني المصطلحات انتم بالتسلسل راح تبدون تحفظون يعني مو شيء صعب بالتكرار تبدون تحفظون. فهذا النظام السمبثاوي وين راح بعد؟ راح الى الاوعيه الدمويه اوكي وقلصها شويه على مود يزيد الضغط. اها حلال المشكله. بعد وين راح يروح النظام السمبثاوي؟ راح يروح الى الكليه. اها راح يروح للكليه وشي يفرز من عندها؟ يخلي الكليه تفرز الرنين. يخلي الكليه تفرز هرمون الرنين. تتذكرون اوكي تتذكرون هسه الرنين. الرنين يدخل في سلسله وش يفرز بالاخير؟ يفرز هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون من ينفرز شو يسوي لي؟ عافيه يسحب الصوديوم يدخله للدم ويطرح البوتاسيوم. من سحب الصوديوم اكو ملاحظه ذكرتها قلنا الماء يتبع الصوديوم. من دخل الصوديوم الى الدم يعني دخل وراها الماي يعني زاد الماي بالدم يعني زاد الضغط. عملية واضحة كلش لطيفة اوكي. فمن هذا اجى النظام السمبثاوي فرز خلت كلية تفرز الرنين. الرنين انفرز يعني الالدوستيرون زاد وبين الالدوستيرون زاد يعني الصوديوم دخل ودخل وراها الماي فزاد الضغط. عالج للمشكلة همات. تعال بعد الخطوة الأخيرة شو يسوي النظام السمبثاوي على مود يزيد الضغط لأنه وصل تحفيز؟ راح يروح للكلية. بعد يروح للكلية شوف هاي أريدك تنتبه عليها لأن بيها واي حاجة. شوف يروح النظام السمبثاوي وصل تحفيز إنه الضغط قل. يروح النظام السمبثاوي شو يسوي؟ يروح يقلص لي دن الأوعية ما الأوعية الدموية اللي داخل الكلية يقلصهن شوي يقللهن. ليش يقللهن؟ يقللهن على مود يقلل الدم الواصل للكلية. ومن يقل الدم الواصل للكلية انتبهوا وياي مو قل الدم الواصل للكلية يعني قل الفلتريشن يعني قلت الوظيفة مالت الكلية اللي هي تكوين البول اوكي. فأنا مو قللت الدم على الكلية يعني قللت تكوين البول. من قللت تكوين البول يعني قللت خسران الماء. من قللت خسران الماء واحتفظت بالماء بالجسم يعني أنا على مود أصعد أستفاد من هذا الماء وصعد بي الضغط لأن أنا وصل لتحفيز إن الضغط قليل. وصل لتحفيز من الساعة إن الضغط قل. فأنا خب ما أخلي الكلية تسوي بول تكون بول. هذا البول يحتاج ماء فأنا أصلا الضغط قليل عندي شلون أخلي الكلية تسوي بول وأخليها تطرح الماء؟ ما يصير. أنا هذا الماء أحتاجه أخلي الكلية أقلل من وظيفتها أقلل من عملها على مود ما ينطرح الماء اللي أحتاجه برفع الضغط. أها يعني تشلون والضبط. فهسه النظام السمبثاوي راح المن راح للكلية قلل الدم اللي يوصل للكلية وبالتالي راح يقل شنو؟ يقل تكوين البول. ومن يقل تكوين البول يعني قلت خسارة الماء اللي احتاجه برفع الضغط. تمام. فهسه شفت شلون الجهاز العصبي سيطر على الضغط؟ سبحان الله. شوف هاي العمليات كلها تحدث بثواني. سبحان الله. هذا الجلال يعني هاي العظمة الإلهية. تمام. شفت شلون رب العالمين مرتبها شلون منسقها اوكي. فهو هاي العمليات. تمام طلاب. تمام. خب شيء لطيف واضح زين. هسه اني بعد ما كملت هذا الشرح اوكي طبعا راح هسه اراجع لكم شويه. بعد ما كملت هذا الشرح ثق انه هذا هسه هاي الصفحه انت ضبطتها وهاي الصفحه ابو ضبطتها لان هن ذني الكلمات اللي ذكرتني من الساعه رتبتهن بمخطط ذهني ما تنساه إلى يوم القيامة.
شين يا غير سالفة. أوكي يلا خلنا نراجعها بما أنه هاي بي صفحتين فشغلة كلش مهمة خلنا نراجعها. يا طلاب يا أحبائي قلنا عندي مستقبلات موجودات بالقلب. هاي المستقبلات من يقل الضغط يتحفزن، يدزن إشارة للدماغ يقول له يابا ترى قل الضغط عندي الدماغ، يقول لنا عاش تديتشين راح أحفز نظام يساعد الضغط لا تخافن. فالدماغ السوى حفز للنظام السمبثاوي، النظام السمبثاوي السوى راح للقلب زود دقات القلب مالته، راح للأوعية الدموية قلص الأوعية الدموية شوية، راح للكلية فرز للرنين وفرز الألدوسترون وزود للماي، راح علما للكلية، راح للكلية مرة ثانية أيضا شوية قلل الدم إلها، يعني قل تكوين البول يعني قلت خسارة الماء. تمام تمام. وبهيج حالة الدماغ سيطر على الضغط ورجع الضغط طبيعي. تمام كلش حلو كلش حلو. يلا خلني أذكركم بعد الشغلة هنا، طلاب عندي هاي الجلوماريولاس، هاي احنا مو قلنا هاي الكلية المشرحات يعني عبارة عن انابيب، وقلنا يابا هاي الكتلة او هاي الكرة من الاوعية الدموية اللي مفترة يسوحوا لها الجلوماريولاس. هاي الجلوماريولاس هي اللي تقوم بالفلترة، هي اللي تقوم بعملية الفلترة او يسوحوا لها الفلتريشن فيل اوكي لحظة تي فلتريشن، فلتريشن عملية الفلترة، لأن تعرفون أنت الكلية وظيفتها تفلتر الدم وترجع صافي إلى الجسم. تمام طلاب؟ تمام. يلا هسه بعد ما كملت هذا المخطط اللطيف نجي نضحك على الكلام. هسه أنا وياك أيدك هسه شو سوي أنت؟ تجيب شامية وتقعد، خل نجي للسينما نضحك نسولف. هسه هذا الكلام كله إحنا فاهمينه، إحنا مسيطرين. هسه نجي نرجع للكلام بس نحكي. أوكي يلا تعال خل أراويك شلون أنت سيطرت، خل راويك شلون سيطرت. تعال يقول لك يابا قلة حجم الدم راح يقلل الضغط، اكيد من يقل حجم الدم راح يقل الضغط، ومن قل الضغط راح شي يتحفز عندي، راح يتحفز عندي السمباثيك نيرفوس سيستم الجهاز العصبي السمبثاوي. سهله هاي لا يابا، من يقل الضغط راح يتحفز الجهاز العصبي السمبثاوي. قل لي يابا انا ترى فاهم ابو هاي الميكانيكيه، شنو هاي انت اصلا جاي تضحك انت من تقول لي هاي المعلومه شنو؟ فهي هاي شغله سهله، صارت الشغله عفوا صارت الشغله سهله. اوكي فيقول لك من يقل حجم الدم يعني قل الضغط، ومن يقل الضغط الجهاز السمبثاوي راح يتحفز. قلناها لولا اذا هاي المعلومه بتجي. يلا تعال نجي نكمل. يقول لك انا عندما احط عندما الضغط الدم يقل، لو يعني يقل، عندما blood pressure، pressure يعني ضغط، blood يعني دم. عندما ها طبعا اكو هنا هاي الكلمه، هاي الكلمه مرات اكو طلاب يلفظوها خطا، يلفظوها بلود. هاي الكلمه مرات اكو طلاب يلفظوها بلود، هي لا ماكو شيء، هي ما يلفظوها بلود، يلفظوها blood. اوكي blood، هاي لا تروح تقول للدكتور بلود يجوز يصمتك راجل، لا قل له blood. اوكي احنا انا مو بس اوضحك يعني اكو فد بعض الكلمات انا اعرفها طلابي لفظوها خطا. اوكي اي فيلا خلينا نجي نكمل. يقول لك عندما ضغط الدم يقل، زين من يقل ضغط الدم قلنا شنو اللي يتحسس عافيه؟ راح يتحسس اكو حساسات اسمها بارا ريسبتر، موجودات بالهارت، موجودات بالقلب، هذني مثل شنو؟ مثل الحساسات الموجودات بالقلب، مثل شنو عافيه؟ مثل هاي الحساسات الموجودات على الابهر، هذا اول نوع موجودات على الابهر يصيحوا لهن شنو؟ يصيحوا لهن ايورتيك ارش، ايورتيك ارش. اوكي ايورتيك ارش هاي اول حساسات. الحساسات الثانيه وين موجوده؟ موجوده هنا، هاي الحساسات الثانيه موجوده هنا، موجوده وين؟ بالكاروتيد ارتري، كاروتيد ارتري، موجودات بالشريان الكاروتيد. اذا راح تقول لي يا بترى الحساسات الثانيه موجودات بالكاروتيد ارتريز، كاروتيد ارتريز بالشريانات، بشرايين ارتريز يعني شرايين الكاروتيد. اوكي اذا نشبيه من يتحسس انه الضغط قل، انا اقول لك عندما يقل الضغط اذا البارا ريسبتر اللي انها ايورتيك كاروتيد والكاروتيد ارتريز بودي ساينس، اذا الحساسات شبيهن راح يدزن رساله ويدزن معلومات
الى المدلة. الى المدلة يعني هو جزء بالدماغ موجود اسمه حول المدلة. اوكي فهذن الحساسات، خلينا نجي نفهم، فهذن الحساسات من يعرفن ان الضغط قل راح يدزن رسالة الى الدماغ. اوكي قلناها وضحناها ان راح يدزن رسالة، ذني راح يدزن رسالة الى الدماغ. زين وين تحديد وين بيا منطقة بالدماغ؟ منطقة سحول المدلة، هاي المدلة اكو منطقة بالدماغ سحولها المدلة. اوكي اوكي زين يلا نجي نكمل. The information sent from the baroreceptors to medulla will cause an increase in sympathetic impulse to the kidney. حلو يقول لك عندما، لاحظ لاحظ هاي هاي المعلومة، هاي شنو هاي؟ يقول لك عندما المعلومات، عندما المعلومات، المعلومات اللي يجن منها عندما يوصل للدماغ راح يتحفز النظام السمبثاوي. خب قلنا هاي المعلومة صح، يقول لك هنا المعلومات ترسل من الحساسات إلى الدماغ. أوكي مرسل من الحساسات إلى الدماغ، إيش راح يصير؟ راح يصير عندي increase بالsympathetic impulses، راح يزداد تحفيز النظام السمبثاتيك، النظام السمبثاوي. واضحة خوب هاي المعلومة؟ واضحة وبتجيب تمام. زين قلنا بعد هذا النظام، النظام السمبثاوي من وصلنا هسه، وصلنا هنا النظام السمبثاوي إيش بيه؟ قلنا يأثر على القلب ويزود دقاته، ويأثر على الأوعية الدموية ويضعف يضيقها، ويأثر على الكلية. طبعا راح نهتم بتأثيره على الكلية. الكلية شلون يأثر على الكلية؟ ايش قلنا شو يسوي؟ تعال ايش قلنا شو يسوي هذا النظام السمبثاوي بالكلية؟ شو يسوي لها؟ عفية. اول شيء يقلل الدم الواصل الى الكلية، هاي اول نقطة. يقلل decrease blood flow into glomerulus. اوكي يقلل الدم الواصل الى الكليه بالتحديد الى منطقه سحول الجلوميرولاس. اوكي اللي هي هاي، هاي المنطقه اللي تتجمع بيها الدم بالكليه. اوكي خلنا نوضح اكثر بعد. اول خطوه شو يسوي هذا النظام السمبثاوي؟ راح يقلل الدم الواصل الى الكليه. فايش يسوي هنا؟ decrease، يقلل الدم الواصل الى الكليه. تمام يلا ثاني عمليه، من قلل الدم الواصل، شوف افتهمها بالتسلسل، من قلل الدم الواصل الى الكليه، من قلل الدم الواصل الى الكليه ايش راح يصير؟ عافيه، راح يقل الفلتريشن، راح تقل وظيفه الكليه، الفلتريشن راح يقل. اوكي فهنا انا راح يقول له شو يقول له؟ راح تقول له دروب ان جلوميرولر فلتريشن ريت، راح يصير عندي هبوط، دروب هبوط بالفلتريشن، بالعمليه مال تكوين البول السحوله فلتريشن. اوكي اوكي احنا نقلل الدم، بما انه قل الدم الواصل للكليه فاذا قل قلت وظيفه الكليه، لان قل الدم قلت وظيفة الكلية اللي هي الفلتريشن، الفلترة. أوكي من قلت الفلترة، شوف بالتسلسل هسا، مو قلت الفلترة، من قلت هاي الفلترة ايش راح يقل؟ عافية، راح يقل تكوين البول. إذا راح شو تقول له؟ راح يقول less urine formation، راح شنو؟ راح يقول لك يقل تكوين البول، formation تكوين، urine يعني بول، احفظها urine بول، فورميشن تكوين، راح يقل تكوين البول. تمام التمام. زين ليش يقل تكوين البول؟ شو استفاد؟ شلون يرفع للضغط هذا الشيء؟ عافيه قلناها، من يقل تكوين البول يعني شو صار؟ عافيه راح يقل خسران الماء. من يقل تكوين البول يعني يقل خسران الماء، لان الماء هنا انا احتاجه برفع الضغط، ما يصير اخسره. اوكي فهنا شو يصير بعد؟ عند الخطوه اللي بعدها يقول لك less water leave the body، راح يقل خسران الماء، الوتر. اوكي فسعرت شلون راح ياثر النظام السمباثيك او النظام السمبثاوي على الكليه. اوكي اول شيء هاي الخطوه الاولى، هاي الخطوة الأولى قلل لي الدم الواصل إلى الكلية، فبالتالي راح تقل وظيفة الكلية، لأن قل الدم فتقل وظيفة الكلية. وثلاثة من قلت وظيفة الكلية يعني قل تكوين البول، ومن قل تكوين البول يعني شنو؟ يعني قل خسران الماء. تمام هاي خطوات بسيطة. زين بعد قلنا النظام السمبثاوي بعد شو يسوي؟ تتذكرون قلنا هنا أنا بعد شو يسوي النظام السمبثاوي؟ هذا هنا اذا النظام السمبثاوي شو يسوي النظام السمبثاوي؟ عافيه راح يزود لي الرنين، راح يخلي الكليه تفرز الرنين. اوكي فهنا يقولك سمباثيك ستيميليشن also كوز ستيميليشن، يعني تحفيز، سمباثيك يعني النظام السمبثاوي، تحفيز النظام السمبثاوي ايضا يسبب
الصويا يعني ايضا يسبب شيء سبب بعد كنا هواي وضاف له شيء يسوي مره ثانيه عافيه راح يسوي ريليز للرنين راح يسوي افراز للرنين يخلي هرمون الرنين ينفرز زين من انفرز هرمون الرنين تتذكرون المخطط هذا من راح اي هذا المخطط تتذكرون من قلنا من ينفرز الرنين هذا انفرز الرنين بالمحصله النهائيه شنو ينفرز ينفرز الالدوسترون بالمحصله النهائيه ينفرز الالدوسترون فبالضبط يقول لك هنا النظام السمبثاوي ايضا راح يخلي لي الرنين ينفرز اوكي راح يخلي لي الرنين ينفرز وبالتالي من ينفرز الرنين راح ينفرز الالدوسترون راح ينفرز الالدوسترون ومن ينفرز الالدوسترون هرمون الالدوسترون شو يسوي عافيه يسحب الصوديوم يدخله للدم فبالتالي يسوي ري ابزوربشن للصوديوم يسحب للصوديوم يدخله للدم ومن سحب الصوديوم ودخل للدم يعني سوى قلنا الماي دائما يتبع الصوديوم فدخل الماي ايضا للدم ومن دخل الماي للدم يعني صار عندي يعني رجع الضغط طبيعي ورجع حجم الدم طبيعي فبالتالي يجيك بالنتيجه النهائيه البلود فوليوم راح شنو راح يتوقف عن النقصان يعني البلود فوليوم يعني حجم الدم راح يتوقف عن النقصان والضغط يرجع طبيعي تمام فالشغله كلش بسيطه يعني هذا الشيء نقدر نختصره بهاي الكلمات رنين راح يزداد من ازداد الرنين يعني الالدوستيرون استيرون راح يزداد من ازداد الالدوستيرون يعني شو صار الصوديوم راح يزداد من ازداد الصوديوم الوتر الماء راح يزداد من ازداد الماء يعني البلد بريشر رجع طبيعي فهذا المخطط كافي عن هذا الكلام الكثير اوكي طلاب اوكي كلش بسيطه الشغله كلش بسيطه وضحناها اول بدايه بس احنا جاي نعيد هذا على مود تنطبع المعلومه عندكم زين يقول لك however because blood pressure and blood volume have not yet attained to normal baroreceptor will continue to be stimulated okay to prevent further loss of blood volume هسا يقول لك يعني احنا نهينا الموضوع هذا لحد الان الموضوع كمل اوكي اجي يضيف لك فد مضاعفات يقول لك مثلا صارت هاي العمليه اللي من ساعه ذكرناها ان النظام السمبثاوي شلون تحفز صارت اوكي ولكن الضغط ما رجع طبيعي يعني هنا النظام السمبثاوي راح حفز لي القلب وراح حفز لي الاوعيه وراح حفز لي الكليه بس رغم هذا التحفيز ما رجع الضغط طبيعي يعني يقول لك في حالات كلش يعني متقدمه في حالات كلش خطره يقول لك رغم هذا الشيء صار ما رجع الضغط طبيعي هل يا ترى هذا النظام اللي ساعه نحكي عنه راح يتوقف باعتبار ما رجع الضغط طبيعي هل هذا النظام راح يتوقف اقول لك لا هذا النظام راح يظل مستمر على مود يحافظ على الماي على مود لابد ان يحافظ عن كمية قليلة من الماي يرجعها للدم يعني عسى ولا ان يرتفع الضغط ويرجع طبيعي اوكي فيعني يقول لك يابا اذا استمر الضغط وحجم الماء وما رجع طبيعي not يعني ليس retain رجوع to normal رجوع الى الطبيعي يعني هذا الضغط والحجم الماء ما رجع طبيعي اوكي فهذا النظام راح يظل مستمر اوكي فيقول لك البارا ريسبتر will continuous الحساسات راح تبقى continuous مستمرة ليش تبقى مستمرة على مود تحافظ على الكمية المتبقية من الدم تحافظ على الكمية المتبقية من الوتر من الماء اوكي هنا نجي لك الى منع فقدان الدم يظل مستمره على مود ما يفقد عندي هواي ماء على مود ما يفقد الدم فيظل مستمره رغم ان الضغط ما يرجع طبيعي بس يظل مستمره تشتغل اوكي زين هسه برايك انا من هذا النظام ما جاي يرجع للضغط طبيعي شو اسوي النظام هذا ما جاي يرجع للضغط طبيعي في حالات ما جاي يرجع للضغط طبيعي شو اسوي هنا نحتاج نطي ماي يعني اقول له اشرب ماي لان الجسم بحاجه الى ماء
فنقول له يابا اذا ما رجع عندك الضغط اشرب ماي، اشرب مرات ناس من يقول عندهم الضغط يشربون ماي وملح صح؟ فهي هاي هنا جاي النظام جاي مستمر بالتحفيز وما ما يقدر يرجع الضغط طبيعي، هو ما يرجع طبيعي، هو اكو مشكله صايره ما يرجع طبيعي. فشن نقول له اشرب ماي وملح، فهذا الماي وملح او الماي راح يساعد النظام بارجاع الضغط الى الى الى, إلى الحد الطبيعي. اوكي فيقول لك وينيد نحن نحتاج الى زياده الدم بواسطه شرب الماء او شرب السوائل، drink fluid يعني شرب السوائل، ونحن نحتاج الى زياده الضغط زياده الدم العفو زياده حجم الدم بواسطه شرب الماء او شرب السوائل. فهذا اللي يفسر انه الشخص اللي اقل الضغط مالته وما رجع طبيعي يقول له اشرب ماي وملح او اشرب ماي على مود يساعد الجهاز العصبي بارجاع الضغط. شفت شلون؟ فهسه عرفت السبب هذا ليش واحد يشرب ماي على مود يرجع ضغط مالته. تمام. وفي حاله كلش يعني بعد كلش يعني ما رجع الضغط طبيعي وقاسوه ودوه مثلا المستشفى وما رجع الضغط طبيعي، يشرب ماي وما رجع الضغط طبيعي، قاسوا له الدم شافوا الدم قليل، هنا يحتاج يطو دم يعني نقلوا له دم على مود يرجعوا للضغط الطبيعي. فهنا شنو يحتاج؟ جيفن اعطاء دم، نعطي دم على مود يرجع عمره تمام. اوكي طلاب، فلهنا تنتهي المحاضره هاي، اتمنى استفادتوا، هي شغله وكلش بسيطه ولطيفه. هذا المخطط اللي شرحناه هو كلش كافي عن ذن الصفحتين، عن هذين الصفحتين مثل ما عدناهن، اذن مجرد احنا عدناهن هو كل اللي حكيناه من الساعه، كل اللي حكيناه بالمخطط عدناهن احنا ذني. اوكي طلاب، لهنا وتنتهي محاضرتنا اليوم. كان وياكم دكتور حسام مهدي الخويلدي. الى اللقاء.